بسم الله الرحمن الرحيم. كمعارضة بحرينية نقف هنا أمام فندق الدوشستار الذي يقيم فيه سفارة النظام الخليفي احتفالها السنوي من أجل تدعو مجموعة من الدبلوماسيين والسياسيين هنا في بريطانيا لكي تفاخر لهم بأن النظام الخليفي في البحرين يحتفل بعيده السنوي وأن هناك العديد من المنجزات، إلا أن في المقابل الآخر نتجمع هنا في الخارج لكي نعكس الصورة الحقيقية لما تجري الأوضاع في البحرين من انتهاكات وقتل وعمليات الإفلات من العقاب وغيرها من الجرائم التي يقوم بها النظام الخليفي. هذا جانب. الجانب الآخر، نقف هنا لكي نعبر عن دماء شهدائنا في عيدهم يوم 17 ديسمبر في من كل عام لأكثر من 18 سنة نجدد هذه الذكرى بشكل سنوي. ففي عام 1995 سقط أول شهيدين لنا في الثورة في ثورة الانتفاضة وهما الهانيان، وقد سقط عن طريق الرصاص الحي المباشر من قبل أزلام النظام، وبعدها تتالى العديد من سقوط الشهداء ولم يتوقف ذلك في فترة التسعينات، بل تواصل الدماء النازف لأبناء الشعب البحريني في سبيل مطالبة بحقوقهم. وقد سقط أكثر من 3-4 شهداء في عام في خلال الألفية العشر السنوات الماضية، وأكثر من 140 شهيد خلال ثورة 14 فبراير لأبناء الشعب البحريني. الغرض من هذه هي الاحتجاجات هو أن نطالب بدماء هؤلاء الشهداء وأن نكون لهم أوفياء بما ساروا فيه على 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 خط المطالبة، ونجدد دائما المطالب بكشف حقيقة ما جرى عليهم من قتل، وأن المحافل الدولية تساند أبناء الشعب البحريني في هذا الجانب. فنجد المقررين الخاص للإحجاز التعسفي وكل مقرري الأمم المتحدة قد فتحت ملفات لها في البحر في لطالب النظام الخليفي، وقد قامت بمراسلتي في هذا الجانب، إلا أن النظام الخليفي يرفض حل هذا الملف ويرفض كشف الجلاوزتي الذين اقترفوا هذه الجرائم، لأنه يعلم بأن هؤلاء الجلاوزة قاموا بتنفيذ أوامر أسيادهم ومن جهات عليا وتورط فيها رأس النظام هو الطاغية حمد. قد أعطى أوامره بقتل المتظاهرين في الشوارع وبقتل الناس الآمنين في بيوتهم وبقتل المعتقلين وتعذيب المعتقلين داخل السجون وقتلهم، وبالتالي النظام الخليفي يتملص من هذا الجانب ويفلت ويكون جنة للإفلات من العقاب لهؤلاء المجرمين. بالتالي عندما نقيم مثل هذه الاحتجاجات فإننا نؤكد حق هؤلاء المتضررين والشهداء بأن لهم حق الاقتصاص من هؤلاء المجرمين، وأنا أيضا نؤكد بأن لهم حق الإنصاف ولأهاليهم من هذه الجرائم. وبالتالي الشعب البحريني الذي يستمر طوال هذه السنين 18 سنة يقيم مثل هذه المناسبات، مناسبات إحياء يوم الشهداء، وتأكيد منه بأن له رغبة عارمة لن تمنعها طول المدة ولا طول السنين ولا قمع النظام في الداخل وفي الخارج في هذا الجانب. وبالتالي عندما نقف هنا ونسمع هتافات هؤلاء الأخوة المتظاهرين عندما يرددون هذه الشعارات بأن يسقط حمد وبأنهم ماضون في المطالبة بحقوقهم، هو يأتي في سياق أن للشعب البحريني إرادة وأبناء الشعب البحريني لن يتنازلوا عن هذه الإرادة، القصاص من القتلة وتحقيق مطالبهم إن شاء الله طال الزمن أو قصر.